تعال نشوف تعال نشوف الاول هزرنا من ايه احنا واحنا بنعمل سكاوتنج البيراميدز الكرات الثابته وخصوص وقلنا اسم علي جبر بالذات. يعني علي حتى انت علقت ان علي ما كانش مميز قوي في الزمالك في الراسيات ولكنه في بيراميدز بقى اكثر تميزا. انا اسفت جدا ان احنا تلقينا الهدف لان كان في خطأين كبار جدا. اول حاجه ابو جبل طلع وما خدش الكوره وهي سهله العاليه دي. والنقطه الثانيه انت ممسك علي جبر للمسلوسي وباما باي منطق؟ يعني علي جبر اطول لاعب ومميز في بيراميدز انت هنا عملت يعني خطا مفترض المسلوسي يعني لا المخارج. المفترض المسلوسي بدنيا ولا مش طويل يا مش مميز هو يعني بيلعب يعني هو مش مميز في العرضيه.